اجلس بقى شوف الاكله الجميله اللي انت هتعملها. مشروم، بصل اخضر، ايوه، فول سوداني، اه بيبقى مع بصل اخضر. سمسم، كل سنه طيبين. حلاوه المولد، ثانيه اينا، ثانيه هجيب، يعني متهيالي عامله لي هديه عشان عند سمسميه وفوليه. اه سمسميه وفوليه ان شاء الله عشان ملبن، احتمال في ملبن. جنزبيل، حطيت له كميه جنزبيل مش طبيعيه، هو المفروض حته جنزبيل قد كده. كوسه ان شاء الله عشان نعمل كوسه. اه دي هتوقعك على فكره. تاني كان معاكي فاوتشر ب 10,000 جنيه فقلت خلاص. خضار، خضار، كزبره خضراء، وجايب لك جناح، جناح دجاجه. ايه ده كل عسل؟ غذاء ملكات النحل. انت هتعرف تعمل حاجه بالحاجات دي ولا ايه؟ بص احنا عن زيت حبه البركه. ده حلو ده. اه ده كويس ده. احنا كده رايحين بالظهر ده بيبقى تحفه. احنا رايحين تشاينيز جابانيز. يعني انت هتطبخ ايه بجد والله؟ والله يعني مكرونه ما شاء الله، مكرونه الانسجام. شوف هو جايب لك ايه؟ عنصر البروتين الحمد لله. في يعني في حاجه ممكن نعملها؟ سمك لبن تمر هندي. احنا هندول عجب النهارده على تشاينيز على حاجات. ميرسي جدا يا اختي اينا، وتفضلي حضرتك. هنشوف بقى، هنشوف بقى الادب والاحترام. اتفضلي. إيه؟ يلا يا اينا. تعالى انت جايبه لي قاضيه. اتفضلي. ايه ده انت الكونس؟ ايوه. اعمل بيها ايه دي يا كريم؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ ولا عمري في حياتي شفتها. ايه ده؟ ده بتاعت برونو يا برونيتا. حياه قلوب، اخدها معايا البيت دي. طيب ده ايه ده؟ ايه ده يا ما؟ ده اكل الكلب بتاعهم. بيعملوا شكل مثلا ببلاش. اهي فراخ الحمد لله. الحمد لله كويس. الحمد لله. بطاطا. شوفي احنا كرجاله عندنا نخوه. بص بقى، لا لا دي ميزه، لا لا دي ميزه الام. ايه ميزه الام؟ انها من اي حاجه تطلع اي طبق. مش من اي حاجه، جايب لك، جايب لك حاجه اهي، حاجه تطبخيها فعلا. ايوه يعني انا اعمل ايه بالبطاطا دلوقتي؟ جايبه ايه ده؟ برونو يا برونو. متعجزين. لا زعتر بري تاني؟ ايه ده؟ من ضمن الحاجات طبعا جبت لها زعتر ثلاث مرات، زبده ثلاث مرات، على قد ما اقدر حاولت اعمل لها الحاجه. ماشي يا كريم. ماشي ايه؟ ده كمين. ده كمين؟ ما هنشوف بقى هتعمل ايه بقى. انت جاي تطبخ في خمس دقايق. احنا كرجاله لازم نقف وقفه رجاله. لازم. طيب احب افكركم ان انتوا قدامكم 42 دقيقه هتعملوا فيهم اربع اطباق للاربع حكام اللي هيدوه الاطباق ويدوا السكور بتاعهم على حسب الطعم. خليكم معايا، اشتروا على بعض جوه الطبيخ. الابتكار. ايوه الابتكار وشكل الطبق. ريدي ستادي جو. دينا خلصتي ولا لسه؟ دينا خلصت خلاص. دينا ايه؟ لقينا. هو ايه الحكايه؟ هما نسيوا الدال ولا ايه؟ اه بيقول لك. مين اللي بيقول؟ بيقول لك ان هما نسيوا الس. الس. اسيب لك انت تفكر في الحكايه. ايناس كايناس. ايناس ايه يا انوسه؟ تعرف انا اتسميت ايناس ليه؟ ليه؟ على اسم ايناس جوهر الاعلاميه. يس بجد؟ اه والله كانوا بيحبوها في البيت. جدي، لا انا احكي لك على فكره قصه عشان هي اشغلك. اسمع بقى، اسمع بقى. ايوه ضيع لها وقتها. جدي، جدي لا عشان تعرف بس ان الستات بيعرفوا يعملوا كل حاجه وهم بيتكلموا. ايوه جدي كان عايز يسمي اختي الكبيره ايناس، فابويا حلم بدينا وهي كبيره، باختي اسمها دينا. دينا اختك. اه وهي كبيره. ايوه. فلما ماما خلفت قالت له لا دي هتتسمى دينا زي ما انا حلمت. اوكي تمام. اه معلش ثانيه واحده بس عشان ايه انت عارف البروفيشنال. طبعا طبعا. ايوه يعني عشان الشعر ما يسقطش جوه في قلب الحله من جوه. بالظبط كده. أيوه. دينا شمرت. هاويفر امسك. عمر في حد في حياتي ما ندهني ايناس. انا لعيب بالله اقول في حياتي. يا ناس انا عاده الناس بيقولوا لي اينا، بس انا اسمي الحقيقي ايناس. الاسم ده انا مش متعوده عليه، فهو هراني يا ايناس يا ايناس. طبعا انا ايه وانا ايه عايزه اعمل له كده وسيبني اطبخ. طب يعني انت ما بتحبيش الاسم؟ لا انا احبه جدا بس مش متعوده عليه. يعني لو حد ندهني مش هرد. بتحبيه يا ايناس؟ تعرفي تعملي كيك؟ نو. كلها حاجات حادقة بس. اه مرة عملت حلويات. كيكة. مرة طلعت خضرة. ومرة طلعت على شكل الهرم. من ساعتها بطلت. كيكة على شكل الهرم. ايوه جميل. كيكة هرمية. كيكة خضرة. خضرة ليه بقى؟ الأكل النهاردة هيطلع. لأن أنا وصاحبتي قررنا ندخلها في الميكروويف. اه
البيت تفاعل. هو هيقطعها رفيع تقريبا وهيعمل حاجه ايشن. هتعمل ايه بالهيبه بقى؟ شكلي كده هعمل حاجه تشاينيز على جابانيز، حاطط مكرونه وبتاع وقسمها نصين زي خالتي. ايوه. قعدت احاول اعمل من كل فيلم اغنيه ما بين الكورن ما بين كذا، وفي الاخر فكرت ان انا اعمل ترياكي صوص. حابين بعض جدا، بس احنا يعني مش تايهين شويه من اللي هيطلع في الفيلم. لان هما الاثنين على فكره يعني كل واحد فيهم حط حاجات للتاني غريبه. انت شامم التتبيله اصلا، التتبيله بتاعت الجينجر مع الثوم مع الصويا وصلالي. لسه عندي حاجه اوريها وصلالي. طب يا ماجي، كشري البيت عمره ما بيطلع زي كشري الشارع. طبعا، مين ده اللي ياكل كشري في البيت؟ شيء غريب يعني. مين شيء غريب. اللي ياكل كشري في البيت وليه؟ ناقصه ايه بقى اللي في البيت ده؟ ناقصه يبقى شوارع. ناقصه ده يا استاذ شاهين. بتزعل ليه يا كريم؟ مش قايل لك حاجه على فكره. لو سمحت. 13 دقيقة. لا بجد؟ فات. كام؟ ازاي يعني؟ فات 13 دقيقة. فات 13. هو الفراخ دي اتبلت ولا بتتحط بعد في الغسيل؟ هي غسلتها بعد ما قطعتها؟ هي غسلتها، واعتقد ان هي بتحطها من المصفى على النار على طول من غير تتبيل. لو حاجه ما اتحطش عليها ملح وفلفل كده اتشكك في طعمها. هو كده ابتدى يشوح اللحمه من دلوقتي. بدري شويه. بدري شوية. شويتين ثلاثه. خاصة انها حتة لحمة بتستوي 5 دقايق على النار يعني. لا ده هو كمان مقطعها صغير زي وهي كده وهي في ليه؟ هو لو هيعمل حاجة ايشن، الايشن بيخلص بسرعة يعني ما بياخدش وقت على النار. طب بتعرف تعمل سوشي ولا لا؟ امال ليه ما اتعلمتش؟ عايز اقول لك حاجة، ان بجد 90% من الحاجات اللي انا بعملها بتبقى مزاج اكتر، يعني بعمل حاجة بتبقى اللي انت حابب تعمله او اللي انت حابب طعمه. بالظبط. شكلك اتوترت مني ولا حاجه؟ لا انت حضرتك قصد ان انت هتعطلني طبعا. انا برضو غير. انا برضو. طب فات 17 دقيقه ولا هوترك ولا حاجه يا سيدي حبيبي يا وكلمه زياده. فات 18 دقيقه. لا اتكسف. انا بقول لك 19 دقيقه. الوقت خلص. يلا يا اينا. يا اينا سمعينا حاجه. يا اينا. نو. يلا يا اينا سمعينا. شوفوا بلاي كريم. هلا والله يا كريم. بقول لك ما تحكي لنا عن الاكله اللي انت ابتديتيها بوصفه صيني وبعدين كملتيها حاجه ثانيه خالص. كان عندي عزومه. اه. وبعدين قررت اعمل تشاينيز. فتحت الريسيبي بوك على اكله معينه. المهم بعدين فجاه ببص في الصفحه اقول الله ده الانجريدينتس. لا الانجريدينتس مش هي. الو البقال ابعت لي كذا وكذا وكذا وكذا. ازاي هاو دي مسيت يعني ازاي؟ المهم وخلصت الطبخه ومش عارفه ايه، وبعد كده بقلب الصفحه لقيت الصفحتين لازقين في بعض. اتاريني ابتديت بحاجه طبخه وقلبت على ثانيه كامله الطبخه دي وطلع طبخه ثانيه خالص. ناقصه قد ايه يا دكتور؟ ما تقعدش بقى كل دقيقتين تسال بقى. كريم بقول لك ايه، اشتغل وانت ساكت. يلا فات 20 دقيقه. ها. لا لا لا. هو دي انا هضحك عليك. التايمر بتاعك بايظ. لا ايه؟ لا طبعا. مش ممكن بجد، ما كنتش مصدقها يعني. فات 20 دقيقه في ايه ده؟ انا لسه ما لحقتش اعمل الفراخ مثلا، لسه ما لحقتش تستوي ولازم تبقى جوه الصوص عشان تتشرب وتاخد طعم الصوص، والمفروض اصلا تتحط في الفرن. اللحمه لسه على النار. اه. ايه ده؟ يمكن عايزها مقرمشه. اللي
اللحمة ريحتها حلوة قوي. تفتكر إن اللحمة مش هتستوي بزيادة؟ أنا معرفش بقى نوع اللحمة، بس حط شوية بيض. إحنا بطلنا أصلاً أطرى حتة لحم دي؟ آه طبعاً. دي فيليه؟ والله؟ دي فيليه؟ ما تاخدش ما تاخدش يعني دقايق كتير على النار. آه ربنا يستر. اقول لك ان شويه الميه اللي هو رماهم دول دلوقتي دول زبد الزبد، لان هي اصلا الميه دي مليانه نشا. النشا اللي لازم تعمل تقل للصوص طبعا، وخصوصا بقى في التشاينيز. والله العظيم ده انا برنس. فات 25 دقيقه دلوقتي. انت لو كنت جبت لنفسك الشوبينج كنت عملت ايه؟ لا كنت الموضوع اسهل بكتير، لان هي جايبه لي حاجات كتيره وهو تشالنج بالنسبه لي. لا انت بقى كنت هتعمل ايه؟ يعني جاي مفكر كنت تعمل ايه بقى؟ هعمل ايه في ايه؟ اعمل في ايه؟ هتدبس في ايه؟ انت جاي هنا تحلق ايه يا عم؟ مفكر جاي تعمل ايه؟ يعني الاكل اللي هتعمله ها كده تمام؟ لا سوري لو كنت يعني على موضوع الحلقه انا عارف انت. لا لا انا لسه حالق والله، لسه راجع حالق ايه؟ عمره حالق وجاي. ايه يعني حالق ايه بالظبط؟ حالق ايه انت كده مش شايف؟ هو فاكر ان عنده شعر، خليه فاكر انه عنده شعر. انا ما اتكلمتش. هي اللي بتقولها ايه؟ بص احلى حاجه في اللي انا بعمله ده الفتي. فتي فتي لما انا انت بتفتي دلوقتي؟ اه انت جاي تحلق بجد ها؟ اديله بقى عسل وصويا. سكر على عسل، سكر على عسل على صويا. على الصويا. مش ده بيعمل كده برضو؟ بجد؟ اهو بيعمل اهو. هو انت جاي تعلمي هنا؟ ايوه اول مره في حياتي اشوف البتاع ده. انا كنت عايز كيسه سمرة احط فيها الحاجات دي وانا مروح. كيسه سمرة؟ بلدي قوي. بتتكلمي عليها ولا حاجه هنا؟ لا خالص. بتقولي حاجه يا ماما؟ يعني بقول بلدي قوي. بلدي قوي لايه؟ المطبخ؟ لا الكيسه سمرة دي. امال اسمها ايه؟ معلش اسمها ايه؟ اسمها كيسه سمرة. لا كيس زباله اسود. ضيقه قوي، يعني بص محدوده جدا. كيس زباله اسود. او جاربج باج. اوه. فاضل أربع دقايق. أربع دقايق كنت خلاص بدأت أفقد الأمل إن أنا أصلاً هعرف أحط الحاجات في الطبق. كام يا شاهين بجد؟ لازم والله العظيم فاضل أقل كده من أربع دقايق. لا يا راجل. والله عمال أقول لك من الصبح يا كريم. يا دهوي. توترت آخر أربع دقايق دولت، لا حسيت إن أنا I want naked. لأن الوقت لا يمكن ألحق أعمل حاجة بالشكل اللي أنا عايزه. يلا فاضل دقيقة واحدة بس. كاونتينج داون. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 شيلوا ديكو. ايه ده يا كريم؟ والله شكله حلو قوي. طبعا والله برافو عليك. تعالى بينا رايح فين؟ واو. لا هنشوف ده. وده ايه ده؟ شوربه دي ولا ايه؟